ومن البداية وهو قاعد يرفع لي ضغطي، يرفع لي ضغطي، يرفع لي ضغطي. أنا توترت، أنا خلاص أنا كي أجمع أجمع أجمع، بعدين أوكي. المهم جيت بلف، هو قبل ما نشتري الأكل جيت خلاص أبى أطلع، وتعرفون يوم إنه لازم تشيكون على السيارات اللي تيجي من ذا الطريق والسيارات اللي تجي من ذا الطريق عشان تروحون كذا. أنا قاعدة طالع هنا وطالع هنا، طيب وفي سيارات مرة كثيرة وأنا توترت شوية. قاعد تفلسف علي ولدي اللي يسمعه يقول سواق ماهر وهو باقي عمره 16 سنة، قاعد يتفلسف على راسي يا ماما انت الحين ليش تطلعين هنا وتطلعين هنا ما ادري. قلت خلاص بالله عليك اسكت، ما تعرف خلاص اسكت لا تنقط نفسك. والله انتظرت لين خلصت راحت السيارات ولفيت شويه واسالهم وش تبون تاكلون. ما انا بكذا ما انا بكذا، وجالسه واحده وبنتي قاعده تقول نبي من ماكدونالدز. قلت معاصي معاصي معاصي، قالت المطاعم الثانيه ترى تدعم فلسطين. قلت وعناد فيك انا ما راح اشتري ماكدونالدز كذا، عناد 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 فلوسي وانا حره فيها. يوم تكبرين يصير عندك فلوس تروحين تشتري من ماكدونالدز، الحين انت عايشه في بيتي ما في ماكدونالدز لين تطلعين من بيتي. انتهينا انتهينا. المهم قلت ولا تبينا نطبخ بالبيت؟ قلت واه ما انا بطبخ البيت ما انا المهم شوية يجي يتفلسف علي ذا. سكت مع سألته وش تبون، قاعد يسوون حركات على راسي. طنشت الموضوع، رحت أنا وقفت سيارة، رحت اشتريت لهم الأكل اللي أنا كيف مخي ما عاد صرت أسألهم. حطيت العصيرات في كيس وجبت البيتزا، قلت ولدي امسك البيتزا وعطيت العصيرات قلت حطها تحت، ويجي يقطع الكيس ويحط البيتزا على على ذا شو اسمه حق السيارة ذا شو خلنا نكتم ذا القحبة. المهم حط البيتزا على ذا شو اسمه حق السيارة، قلت أنا شيل البيتزا من هنا. قال ما تتحرك ما تتحرك. والله جيت بلف والبيتزا بغت تطيح. غير أن قاطع الكيس، غير أن البيتزا بغت تطيح. أنا ارتفع كل اللي قلت لك عنه انك تمسك البيتزا ما تمسك البيتزا. ويرادد يرادد بقعه يرادد بقعه، وانا اظافري ذي اذا دقيته ولا ضربته توجعني اظافري، ما يتالم انا اللي اتالم. والله مسكته بذا شو اسمه جيت بارمي اي شيء كذا ويرادد ويدفدف شوي، دف يدي وظفري وجعني. بغيت انجن بغيت انجن وباقي يرادد هذا طول الوقت، وقاعد يرادد يعني ما سكت بقعة ما سكت ما سكت بقعة. المهم جينا البيت، هديت انا حاولت اهدى قلت اوكي يلا خلينا نتناقش معاه نقاش كبار وكذا. جيت قلت تسمع تعال ترى ما مداني افتح النقاش، وبدا يراد قلت الله يلعن قلت ادخل غرفتك ما عاد ابغى اشوف وجهك ادخل غرفتك بقره ما يفهم بقره. رفع لي ضغطي والله رفع لي ضغطي يرادك يا حبيبي فاهم الدنيا اقسم باتي بلك كب Creo que estoy viendo la imagen ideal que han ido construyendo los muros. Exacto. O sea, ¿cómo es la mujer ideal aquí en Culiacán? Piensa en la mujer ideal aquí en Culiacán y cómo va a estar. ¿Te sabes tu hombre es Shinsana? Va a estar en alguna turita, va a estar. يعني لاني قاعدة أقول لهم يشتغلون في البيت، ولاني حتى الزبالة أنا نزلها ما أخليهم ينزلونها. أنا أسوي كل شيء، ملابسة في الصباح أنا أجيبها للا عند الباب.
مع انه يعرف فين ملابسه، حطتها السراويل بالحال، الفنايل الحال، المدري ايش الحال، مرتبت له، ما يروح ياخذها بالحال لا ولا، وفوق ذا احط له ملابسه وينوقد، انا ما ابي هذا التيشيرت، انا وكل اللي طلبته اليوم بس يشيل البيتزا. O sea, modelo. Porque toda mi vida he sido así delgada. الدم متجمع هنا كله في راسي. يعني حتى أشياء بسيطة أقول له يسويها ما يسويها بقعد. ما يسويها، مثلا اقول اوكي عندنا سلة حقت الملابس الوسخة، طيب اقول له حطها، لا ادخل الحمام بعده السروال هنا، الفانيلة هنا، الباكسر هنا، انا قاعدة القط، لا وشراريب وين يحطها؟ ورا السريرة، دايما اروح اتأكد ورا سريرة لان مجمع كل شراريبه هناك. Also the monkey sword. لا هو عبير، لا والله شخصيته مو شينة، بس انه احيانا كذا تهب عليه هبات. تهب عليها هبات أحيانا، بس لا بالعكس يعني هو أهون بكثير من أخته. هذا عقاب من الله يا أخي، كس أختك. العقاب الحقيقي إنك أنت بقرة ما تفهم إن هذول مراهقين، هذول أطفال، هذا العقاب الحقيقي إنك بقرة بهيمة أنعام قاعد ترعى في حشائش الأرض. عقاب من الله، ذا برضو عقاب مني أنا لك، مع أنه يمكن تستمتع، ما يصير عقاب، يصير متعة لك. يا رجل كس أمك، وش عقاب؟ بقرة أنت، أثول، حمار، حمار القايلة أنت، ثوالة، بقارة، بهائمية بشكل مو طبيعي، ما شاء الله انت ما شاء الله، لو يجون يقارنون بينك وبين البقرة تصير احسن من البقرة، تصير بقرة عن جدارة، تاخذ مرتبة الشرف في البقرة، ما ناقص غير ان نحلبك نستفيد منك، لكن ما منك فائدة، خبيث، حتى لو بك حليب حليبك فاسد زيك. هاي العنب الثوارة ذي. قومي نامي نومة بلا قومة. رامي كس أختك يا رامي العرسة، رامي العويس، لا سمر نفسك رامي العرسة، أزين لك أبو صلع ذا، صلعة وقاعد يتنمر على الناس. أخي حط روح تركيا، اهتم من نفسك، طالع في أخطائك، طالع في صلعتك ذي اللي كانها قزاز لمعت من كثر ما انت مصلع، ما في شعره قاعده تلمع، بدل خناثك وقاعد تتنمر على الناس، يا اخي طالع في صلعتك، طالع في عيوبك، جمع فلوس وروح حط لك شعر ولا باروكه ولا حاجه، بدل خناث ذا. زب في حلق امك، اللي يكتب لي زب في حلق امك، يا شكلكم تنبسطون، لا حد قال زب في حلق امك، يلا زب في حلق امك، اي واحد يكتب لي زب، واي واحد يكتب لكم يا بنات زب قولي في حلق امك. احبك يا بسمه، شكرا. سويتي قص معدة حبيبتي حنين، حبيبتي حنين قصوا ضلع الشيطان، قلنا لكم مليون مرة كيف نحفنا يا عزيزة المرأة، إذا أنت ما عندك قدرة أنك تسدين حلقك، ترى في ناس سدوا حلقهم ونحفوا، هذا شيء. الشيء الثاني، ما كنت دبة، روحي شوفي فيديوهاتي قبل، ما كنت دبة، معلش إذا أنت مرة دبة وزنك فوق 150 هذه مشكلتك أنت، روحي سوي تكميم،
الا تبي سويتي تكميم، حطيتي اوبر؟ لا. ما حطينا لا تكميم ولا اوبر. لكن قريبا ان شاء الله راح استخدم غبائكم، راح اعلن مع شركه حقين الاوبر وذا واقول يلا روحوا اشتروا، لانكم انتم تبونها، تبون ريزن، انتم تبون سبب. او ما نحفت الا بسبب، ما نحفت الا باوبر، ما تبون احد يقعد يقول لكم سدي حلق. خلاص بستفيد منكم على غبائكم ذا مليون مرة، وقلت لكم كيف نحفت وحطيت لكم فيديوهات وشرحنا وتكلمنا لكن قبل ما تنحفين يا أخي ولعي ذا شوية، استخدمي ذا. دم يضخر المخك على الفاضي، خلايا مخ على الفاضي، قاعدة تشتغل مسكينة من الصباح للمساء على الفاضي. مليون مرة قلنا لكم سدي حلقك، تبين تنحفين سدي حلقك. ما عندي حل ثاني.